فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد بعض الناس في بلادنا يعلقون إما النعال أو غيرها على الغنم أو على البقر ويقولون هذا عن العين، هل هذا يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وهل يعذرون بالجهل في هذا؟ هذا من تعليق التمائم، هذا من تعليق التمائم. وفي الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تعليقها شرك، لأنه يعتقد فيها أنها تدفع العين وتدفع المرض وتدفع الحمى. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صهر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني الحمى، يتقي بها الحمى. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، سواء على البهائم أو على الآدميين. هذه من التمائم وهي شرك، نعم. أو على السيارات، يحطون على السيارات الآن، نعم.